العيلة وهيد العيمة والصحراء هي كبيرات يا كان طلبوا حقوقنا شعب ومسكين خيطوا فوالنا كتبنا شعارات وشكون يحس بيك منهم عدد قليل هما لهنا راها غرقات هادي بالصح واش بلاد المؤمنين وصغيرنا ضاعت ليه الحياة حتى قطار الموت تاو الناس موت وانوضو يا الخوت الحراق ياب ما ودي كل شي مشي فور اطلقو شي فور هو اللي مضرور وحنا اللي ضحية وهنا بدات الفرشة كلها وعمر خنشة كعب وغزال ومحنشة وغريبة حتى هي ودوى الوزير دوا وصارق الحلوة ما وش حال كاتس وقع 2400 بلادي ضربوها بالعين بلادي وحنا اللي فيها ضايعين بلادي والعدالة فين بلادي والتنمية فين راس الحربة درسونا وسيرتونا القدام تقتحنا وصدناكم أبلية درتو فينا مبغيتو وحدانية زدو لنقص الساعة هي واللي نقولوها زدو عليها نودان ودخلوا سيدنا بالقضية جايب العز لبلاد ومعه الأمان ونتوما دايرين مسرحية وزيدوا ساعة ولا نقصوا ساعة وانتو مرباعة ديال شله بياض هاو التلميذ هضر فيقتوه مع الفجر جا واحد مدمر وقريسة درية درتو المظاهرة وسلسل باب الحارة وكترو الشفارة وقلو القراية ما بغيتوناش نتعلمو ما بغيتوناش نفهمو ما بغيتوناش نخدمو ضيع الشبابية العثماني سير في حالك سير العثماني ما بقى عندك ما تدير العثماني سير في حالك سير العثماني فين هو التغيير لا مدارس لا سبيطارات ولا تعليم نسيتو الشعب خرجتو له عقلو ضحكتو هنا بديتو بالقوانين التحرش والبنات هبلو صفر عليك لقلتي ليها وفينا الزين عول عليها تم بقينا وتم نطولو اعطيونا شي فايدة وشي حاجة في الصميم هاد تخربيق مبقيناش نحملو وطلقو الصفارة وعلى العزارة وفينا كسارة وقلبتي عليا تا ولات السيبة جيت لامد المصيبة واخونا عنيبة طيح الراية وزيد 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 واش بقى لي ما نزيد المغرب مريض خاصو عملية ياللي خربتو واش عرفتو هادشي اللي درتو على ساعة إضافية العثمانية